بشوف ان انا وانا برقص هي دي منتهى الحرية. يعني انا ببقى مش ببقى انا، ببقى واحده تانية. A simple phrase with such profound meaning summed up the belly dance icon Zena and her relationship with her art. انا ابتديت وانا عندي 9 سنين في المدرسه. كان في فرقه فنون شعبيه، انجذبت جدا ان انا ادخل جوه، وكنت بتمرن مزيكا، كنت بعزف كمانجا واكسليفون، وكنت بمثل في فرقه التمثيل وبغني. Named as last Egyptian dancer by the American magazine Newsweek, Zena has had an extensive career that stretches back since she was a little girl. Even though she comes from a non-artistic family, art has been Zena's companion from the very beginning. انجذبت جدا، كان اسمه كان فرقة وزارة الشباب والرياضة ساعتها، فدخلتها، اشتركت ودخلت. دي كانت بدايتي، يعني كنت بتمرن بار كلاسيك بقى، بار روسي كلاسيك، فبتعرف يعني ايه الواحد يتمرن ويبقى مشدود ويبقى شكله حلو وهو بيرقص، يعني ايه رجلك تبقى مفرودة، يعني ايه شكل الرقص. وابتديت بقى اتعلم فنون شعبية اكتر. بعديها ابتديت اخش فرقة رضا. Juggling between dance troupes like فرقة رضا and many others till she reached Sami Nawar's troupe where she danced solo for the first time. سامي نوار كان بيعمل في الاوتيلات شو بالفنون الشعبية في 10 دقايق شرقي في النص، فالبنت اللي بتعمل شرقي غابت. قالوا دينا بليز اعملي انت تكسفي تلبسي بدلة راس، قلت لهم يعني عادي البسها ما عنديش مشكلة. قالوا اوكي طب اعملي 10 دقايق. Despite social pressure and cultural stigma, Zena doesn't seem to care about what people say. Her passion drives her to do what she loves. أنا ضد إن أنا أعمل اللي الناس عايزاه. أنا أعمل اللي أنا عايزاه فبيوصل لقلب الناس لأن أنا حباه. In her guidebook, belly dance does not only require passion but respect. بحب الرقص قوي، يعني أنا لحد النهاردة يعني أغلب أصحابي يقولوا لي ما زهقتيش، أقول لهم لا ما بزهقش منه، بحبه. يعني هو شريك حياتي اللي عشت معاه طول العمر، بحبه، فن راقي وفن جميل، وانا بحترمه جدا، بحبه جدا، وبحب وقوفي على المسرح وبحترم المسرح اللي انا واقف عليه. ما اعملش عليه حاجه لا 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 تسيء للرقص ولا تسيء لي كبني ادمه ولا حاجه. انا بشوف ده منتهى العلو. Her genuine passion for work didn't just reach her fans but also is well known within the dance industry. Sahar Okesha, who is considered the only luxury brand in Egypt that designs and produces belly dance costumes, started her early career with Zena. دينا بحبها وبحترمها، اخت وصديقه، وابتديت معاها. يعني ما كانش في فيلم بتعمله غير وانا معاها، مسرحيه زي الاباندا، كل الشغل اللي فيها انا اللي عاملاه. دينا حد جميل في الفن، حد جميل، انا بعشق اللي بيعشق فنه. هي في الحته دي مثل ليا بصراحه. Not feeling threatened by the rise of foreign dancers, Zena believes that the Egyptians hold the secret in perfecting this art. الرأس الشرقي أغلبه إحساس، والإحساس بيجي من المصر. وأنا هفضل أقول إن مفيش نجم هتتربع على عرش الرأس الشرقي ده غير لما تكون مصري. However, she understands the obstacle that might be holding many Egyptian dancers back. ممكن الغلط وارد في كل الناس، في كل المهن، في كل الناس، بس هي ثقافة، ويا رب الثقافة تتحسن. But Zena knew how to shut those voices down, to start and continue the passion that turned into a lifelong career. For her, it's what gives life rhythm. فطول عمري هي دي اللحظة، أو هي دي اللحظات اللي في حياتي من اللي بحس بيها بالسعادة الكاملة، السعادة الحقيقية هي دي. فبجري وراها طول الوقت وبدوس على أي حاجة عشان أفضل أوصل لها. يعني كل الناس بتحب توصل لسعادتها، وأنا دي سعادتي.